تحية طيبة لكم جميعا، ونستهل لايف بموضوع رئيسي اللي هو يخص الانتخابات الرئاسية المزورة مسبقا، يعني معلن عن التزوير مسبقا باعتبار انهم حدوا دور واحد. في الدور واحد هذاك متأكدين هما طبعا باللي كاين واحد راح ياخذ الأغلبية من الدور الأول، والواحد اللي راح ياخذ الأغلبية هو ديالهم، ويختار شكون ديالهم ابيا راح يزيدوا لعب ماجيك تبول، لأنه تبول ماهوش باغي يروح للدار، خاف كيما يديروا له كيما يديروا لولادو. طلعوا هبطوا، كان جان كبير ضد تبون عند العسكر، يعني حتى المخابرات وكما شفنا كانوا يخربوا له، منهم جبار مهنا جن حسين بولحية معاد كامل الضباط المخابرات، ويحرب فيهم طبعا جنرال توفيق المتقاعد اللي راه في دارو. المؤامرة كانت واضحة واضحة، يعني دوك واشنو الناس اللي رايحين للأزلام سمعت اللي خدموا في هذه المؤامرة لما يتم طردهم من فرنسا ومن أوروبا، لما يتم طردهم لانه في راسنا مش حابين نجعلوا منهم دي مارتير قتل قريش، لما يتم طردهم واش في مصيرهم في الجزائر؟ حاجه متاكدين منها انه تبون راح يدير فيهم واش دار في انيس. الوحيد اللي خلولو خلولو باش يحبس فيهم يخلولو ازلام تاع الصحه كما دار في انيس الحماني، راح يدير في الزوج ولا ثلاثة، هما كاين زوج جردان جردو طوبة هذوك يدير فيهم كراهو نسناو ذاك الوقت. المهم كيفاش وصل تبون انه ياخذ الضوء الاخضر باش يكون هو مرشح العيسى. كنا شفنا لما تم الاعلان عن انتخابات مسبقة هو انه تم الحملة الانتخابية في شهر اوت والناس كلها في عطلة من جهة، ثانيا معروف انه الجزائري راح يقاتل الانتخابات، وبالتالي حتى ما يكونش فيها حراك ما تكونش فيها تحركات قال نديروها ثاني في اوت، وفي نفس الوقت يقصروا العهدات تاع تبون حس بالخطر خاصة انهم ما يعاودولوش يجدولو زعبط تقلب طاح نار تحالف مع حزب اسلاماوي ميكروسكوبيك مجهري تاع واحد ما عنده حتى وزن نبي نقرينا يعني عند ترشح تاعو دابور نتحركوا لا راندي ولا فالح نجبد المستقبل وبنقرينا، يعني الحزب حركة البناء تحركوا هادو داروا زعما تكتل داقل باش ندرسوا شكون راح يكون المرشح. هذا التحرك كان بإعاز من المخابرات ولكن ما قالوش شكون راح يكون المرشح. بنقرينا 48 ساعة من بعد يتقلب عليهم ويجي ويعلن عن ترشح تبون، وبالتالي يصبح تبون مرشح حركة البناء اللي هي حركة تشكيلة سياسية ما عندهاش أبسط وزن يعني ثقل، ما كاين ثقل.
العسكر شافوا انه هذه المناوره ماهيش مليحه، ما تعجبهمش، سيئه الذوق، دو موفي كو كيما يقول لك. لاراندي ساليست في خدمه العسكر وكاش يلاقي وظهرهم وذا، اوب جبدو خلاو بلغرينا واحد جبت المستقبل حتى ما كيما بلغرينا ما كان رونالدو قال حتى هما ضربوا النح خلاو بلغرينا واحد في الديره. لاحظوا باللي من المفروض تعرفش حركه كان كان مخدوم راهي التلفزيون وكان الانباء والصحف كامل يتكلم. اللي حصل انه التلفزيون ما حضرش كلمه وكان الانباء ما كانش كلمه. هذوما لي ميديا اللي في الدين المخابرات. التلفزيونات الاخرى وصحافة بدور كان اللي نساقو كان اللي عاودوا جبدوا فريناو بعد اسبوع جمع كم فرينات خلي بن قريناوي ضرب النح ضرب النح. انت راهي احنا لا فهم تاع البقرة والضيف تاع نادي الضيف تاع يعني بن قرينا كيفاش انت تجي تلعب مرشح اللي كان مرشح تاع قائد اركان الجيش نائب وزير الدفاع لونفور اللي كان هو يفرضو بالسيف جاي انت تلعب في 18 تلعب في 18 ديالو ايه كالمي روحك كالمي روحك. مع بالبرودة ومعروف انه العسكر عمره ما يشرح المرشح تاعو حتى ما تقرب الانتخابات اسبوع قبل نهاية مهلة الإعلان عن الترشح يعلن العسكر عن المرشح تاعو. إلى حد الآن مازال ما عندناش على التبول، ولكن المعلومات اللي وصلتنا أنه التبول ذا الضوء الأخضر من العسكر. يوم 13 كنت تكلمت عن الموضوع هذا ديتو 13 جويليا يعني خمس ايام قبل اخر اجل لتصريح بالترشح للرئاسية. يوم 13 جويليا لا راندي ولا فلان وجبهة المستقبل اللي ما عندها حتى وزن راح يجتمعوا في المقر تاع لا راندي ويعلنوا ويطلبوا شي يعلنوا شوفوا ما معهمش كيما بن قرينا يطلبوا من تبون انه يترشح لعهدة ثانية. بعد العسكر يرشح شغل زعما يتجاوب مع احزاب سياسيه بن قرينا ما يعرفش كيفاش تخيط الحال راح ديريكت قال لك هاو المرشح تاعنا سي با كوم سا كسا سباس روح عاود تعلم باسكو هذه فيها تخياط هذا دونك يتم الاعلان الطلب مع 13 14 15 يتم فيها الاعلان عن ترشح تبون. وطبعا تقولي 60,000 استماره كيفاش راح يجيبها في 48 ساعه راهي واجده وفي صندوق فارغه واش اللي يجيب لك الصندوق كم استماره صندوق فارغه كما ما بيديروا بوتفليقه صندوق اخر كان هما الاستماره ما فيه ما كانش 60,000 كاين مليون تاع الاستماره اخر كاين مليون وكاين ماشي من 26 ولايه من 58 ولايه هاك اروح حتى تفيري فيه اروح حتى وتاكد ما كانش العسكر يدير واش يبغي. الانتخابات تجري في الدور ما كان لاعب
يتم الإعلان على فوز تبون مع يعني التنصيب تاع تبون. هنا شنقريحة يبان باش ياخذ تشيبا ديالو. واش هي تشيبا تاع شنقريحة؟ هو لم ياخذ الكراواش بولحية اللي داه نهاية صالح، هو قائد أركان عطاو له الوسام، على وسام تاع الجمهورية، هو على قائد الوسام الوحيد اللي تمد رئيس الجمهورية. تبون مدو طبعا قايد صالح، قايد صالح يتصرف، مدو للقايد صالح، عطا القايد صالح بعد ما علقوا له ريح، هو علق القايد صالح هذاك تاع الوسام ما تروحنا الكرباش بولحية قولوا في عقد شنقريحة معقد. قلنا في قلنا شنقريحة معقد، أنا ديجا بدا قراد أكثر من قايد صالح وأكثر من كامل العسكر استثناء عنده فاتو سبقوا ليه بن علي بن علي بن علي بن علي مور الانتخابات يروح خلاص تمين ما عنده ما يأثر ما عنده معنى. يبقى شنقريحة وحده وجنرال دارمي وياخد فيها بالإضافة لهذاك الكرباش بولحية اللي راح يدير نهار التنصيب بعد ما خدا ميدالية الشجاعة سي نعم على 4 جويلية خدا ميدالية الشجاعة ألور ياخد منصب وزير الدولة للدفاع. ما كان حتى اللي راح يجي يعترض، واحد ما يعترض هو ما يحشمش يصنفو يديه يدي اعي باش يسجل على التاريخ. هذا افشل عسكري عرفوا التاريخ الجيوش كامل التاريخ العسكري تاع البشريه اللي قعد 18 سنه في قراد واحد بايزمو يخلف الطار. الو قعد عامين في قراد جنرال دو كور دارمي فريق اول ودي فريق ومن بعد دا فريق اول عامين دها ودا موراها لا ميداي دو كوراج لا برافور دونك يزيد منصب قائد اركان قليل عليه. قائد اركان ووزير دولة ماشي وزير لا نائب وزير لا ملك فيش ولا نائب وزير كيما قايد صالح. هو يزيد منصب وزير دولة ماشي وزير الدفاع، وزير دولة مينيستر ديتا وزير الدولة للدفاع الوطني، وهذا باش يحس روحو في قمة. لا ما كانش كيف الشيء هذا اللي راهو يجري موراه شنقريحة راهو يبان عليه. زيارات الخرجات الأخيرة تبون شنقريحة يمحي الناس كامل، يمحي الناس كامل. كنا شفناها اليوم في تيزي وزو، في تيزي وزو وزير الداخلية ما يبانش حتى من بعد شفناه في الشابيت تحت الشابيت وهذا القائد يبانش. من المفروض الزيارة داخل ولاية الوطن وزير الداخلية ديما بتجنب الرئيس. شنقريحة كسر وهذا اللي راح نشوفه اليوم، كل القواعد تكسرت على كل حال فيما يخص الزيارات بين الظفرين الميدانية تاع تبون إلى الولايات. شوفوا هذا بعد أشياء.